ليلة البارحة الجميل عند لي بالبزنس ثلاثة محمد ابن بندر. محمد ابن بندر أمانة كان آخر برايم، ترى مو نفس أول برايم، آخر برايم دائما للمتسابقين وللجمهور الغالي شيء حساس. حنا قبل شوي نتكلم بالحساس، ترى المغادر في البرايم الأخير يمكن ألمه أصعب من المغادر في البرايم الأول. أنا متأكد محمد بندر أنه راح يبدع وأنه راح يبدأ حياة عملية، وأنا متأكد أنه متمكن محمد بندر، لكن هل خروجه من البرايم الأخير، طبعا بعض الشباب طالب اللي هو أنت وأبو يوسف بإلغاء البرايم، وأنا طالبت بإبقاء البرايم، لكن أنا ما توقعت أن البرايم بيصير وقعه على المتسابقين وعلى المغادر قوي لهذه الدرجة. فوش ردة فعلكم ولا وش تعليقكم لمحمد بندر بحيث أنه هو الوحيد اللي طلع في البرايم الأخير؟ والله هو شيء يعني حنا كنا نتوقع وكنا نتمنى فعلا أن البرايم الأخير يلغى، لكن يعني إصرار عادل بن هيف غريب يعني، واستماتته على وجود البرايم يعني شيء غريب فعلا. أنا أتوقع لو البرايم اللي البارح ما تم يمكن يفطس عادل بن هيف. وش المغزى في أن البرايم لازم يكون قائم؟ إيه سر النجاح لعادل بن هيف ناجح قبل البرايم؟ فإقامة البرايم من عدمه لا يعني لعادل هيف شيء. أنا زي ما قلت لك يعني أنا مستغرب وعندي تساؤل، ليش عادل بن هيف يعني مستميت أن البرايم هذا فعلا يكون موجود؟ البرايم الأخير بالعادة يكثر حوله الجدار وتكثر حوله يعني الطلبات أنه يلغى فعلا، لكن يعني ما صار البارح. فخروج المتسابق الأخير بالعكس، أنا أشوف إذا المتسابق يعني ما هو قريب من مركز، فخروجه البرايم الأخير يعني أنفع له واجد وأرحم له من وجوده على الستيج في اليوم الأخير في الحفل الختامي وبدون مركز. يعني تخيل أنك تطلع على الستيج ومعك يعني متسابقين كثر وتطلع بدون مركز، أفضل منها أنك تطلع في البرايم الأخير يكون لك يعني حضور، يكون لك يعني شيء ملفت، أنا أشوفه أفضل. والخيرة فيما اختار الله. بالنسبة لمحمد، محمد مبدع ومتميز، يا ولد الدبابة ذي عقبتني. محمد بالعكس أبدع وتميز، معني ما كنت متوقع والله خروجه فعلا. نتمنى له التوفيق إن شاء الله في يعني قادم الأيام، وقدامه نجم الجمهور نافس عليه. تدري في أحد النسخ اللي هو ظاهر سكريبت أتوقع طلع في البرايم الأخير المتسابق سياف الحارث الظاهر طلع يوم السبت ورجع للحفل النهائي يوم الاثنين، يعني طلع ساعتين ثلاث ورجع. يعني أولا وأخيرا هذه آلية برنامج أو هذه سيناريو حق البرنامج كاملا، فطلوع المتسابق لا يعني إخفاقه في البرنامج، وإنما هذه السيناريو يمشي على الجميع. طلع يوم السبت ورجع يوم الاثنين، فأبو بندر طلع اليوم خليه يروح للسعيرة شوف شيبانه تدد عهد وبيرجع، المتسابقين بيرجعون. يمكن تكون رغبة، يعني ترى أكثر الناس يعني يرغب أنه يطلع في البرايم الأخير. رغبة؟ إيه نعم. كيف رغبة يا أبو عزيز؟ يعني إذا أنت ما تقدر تنافس على المركز فأفضل لك أنك تطلع في البرايم الأخير. تنافس على مركز؟ إيه نعم. يعني هل أنت استشفيت أن محمد بن بندر ما يبغى ينافس على مركز؟ لا لا، أنا أتكلم من واقع تجربة. أنا في كاريزما تعمدت أني أطلع في البرايم الأخير لأني عرفت أني ماني منافس. يعني أنت منافس فالأفضل أنك تطلع. كان في ظرف معين يعني أني ما أقدر أصوت ولا حد يعني يقدر أصوت لي في ظرف من يعني على أحد أبناء العمومة، وذكرتها يعني في وقتها، فاخترت أني أطلع في البرايم الأخير، وكان فعلا أفضل لي بكثير أني أطلع على الستيج وأنا ما راح أخذ مركز. لكن اللي يشوف أنه بيأخذ مركز لا، من حقه أنه يواصل ويعني يحصل على تصويت. طيب هل يا أبو يوسف لو ألغي البرايم الأخير، هل بتشوف سلامة البرنامج أنها مشت بالشكل الصحيح ولا بيكون فيها تخبطات كثيرة؟ يعني أنا تمنيت أنه ما يلغى، لأن البرنامج لازم يقوم بحذافيره بقوانينه من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج، فأنا كنت مؤيد لبقاء البرنامج. هل لو ألغي البرنامج أنه بيمس هذه النسخة؟ شوف، البرايم أولا إحنا كنا نطالب بإلغاءه، ولكن إلغاءه ليس فرضا إنما طلبا. زين، لا إحنا طالبنا وكنت أنت رافض. أنا رافض صحيح. وكثير طالبوا، هو ليس فرض، صارت في بعض النسخ تم إلغاء، ربما لأنه الأسبوع اللي قبله
عاد مناحي فإدارة القناة رأت أنه ما تلغي البرايم الأخير. لأن اللي قبله ألغي. لأن اللي قبله ألغي. شيء ثاني هو دائما البرايم الأخير مؤلم لأي أحد إلا شخص مثل نايف هو اختار الانسحاب بهدوء. طيب. ولكن محمد بندر يعني كان أحد المرشحين وبقوة للمراكز. ترى أنت تقول كان أحد المرشحين. محمد بندر كانت حتى يمكن أنا غرت قبل البرايم إنه في ناس جايين من الخلف بهدوء، كان محمد بندر أحدهم، وكان زي ما يقولون قاعد يجهز العدة إنه يفاجئ الناس في الحفل الختامي. ولا أراد. ولكن الله ما كتب. انصدمت كثير وتألمت كثير. محمد بندر أنا شهادتي مجروحة في هذا الإنسان، في يعني هو الوحيد صوته مميز. يعني أنت لما قلت عنه عن دليل النسخة فعلا هو صاحب صوت جميل جدا، وانا ما انسى محمد بندر اجبرني اني اوقف واصفق له في لجنه التحكيم في البدايات. صوت مميز جدا، شخصيه رائعه، هاديه كذا، حتى تشوف في الاحداث يعني تبغى تبين لنا يا ابو يوسف انك انت من كان وراء تصويت لمحمد بندر. محمد بندر كان هو قاعد يجهز قواعد للتصويت. كان قاعد يجهز قواعد، وهذه المعلومة اللي وصلتني، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله. خروج محمد بندر بيعود بعد يومين وبيشارك، يعني هو يمكن خرج من البرنامج يومين أو ثلاثة، ولكن هو خسر فعليا فرصة المنافسة على المراكز. بس صراحة وهو خسر فرصة المنافسة على المراكز، وتوقع البرنامج خسر واحد مثل محمد بندر كمنافس قوي وشرس، ولكن هي هذه قواعد البرنامج ما تقدر تقول فيها شيء. وعلى العموم أي واحد كان يخرج من الستة أمس كان بيكون مؤلم. طيب أي واحد من الستة مؤلم. طيب قبل ما يطلع محمد بندر، جمهورنا الغالي إخواني أخواتي، أنس الميموني، الغريب من أنس الميموني أنه ينسحب. طالب أنس الميموني في برايم، وله حق المطالبة، ما في أحد ممنوع من المطالبة، طالب أنه ينسحب من البرنامج، وأرسل رسالة بما معناها أنا لا أريد الحصول على مركز، أنا لا أريد الحصول على لقب، أنا لا أريد الحصول على جائزة، أنا لا أريد البقاء في البزنس، أنا وجودي في البزنس انتهى. هل ما قدمه أنس الميموني يوم قال أنس الميموني أنا منسحب، هل أنت مؤيد للفعل هذا من أنس الميموني أبو العنسي؟ هو انسحب يقصد من التصويت، لا من اللحظة الأخيرة. قال إذا كان بيطرح محمد بندر، قال حق عادل هيف لا تعلن اسم المغادر، أنا بغادر خلاص. طيب هنا الرجال طال عمرك بين أنه خلاص ما عاد يحتاج أي شيء في هذه النسخة، تنازل عن جميع ما قدم. لا تبغى الجد؟ والله هذه تضحية ولا إيثار ولا لا استسلام، ما أدري شو نسميها صراحة. هي ضربة ذكية من أنس. طيب تعرف ليش؟ إن كان هو المغادر وعادل هيف أعلن اسمه كان بيصير بطل، يعني إنه انسحب نفسه بالضبط. وإن ما وهو عارف إنه ما راح يغيرون القواعد والقوانين عشان خاطرك يا أنس. لا أنا فهمت تقصد، وأبغى يسويها إنه أنا المضحي وهو، واحتمال كبير إنه أنس كان متوقع إنه هو اللي بيغادر. هو المغادر لأن هم كانوا ثلاثة، أنس ومحمد بندر و وازع، نسيت وازع صح؟ لا محمد بندر وأنس ومهذل بن مسفر. ومهذل فأنس جاء رماها، إن طلع هو المغادر بيصير هو البطل اللي ضحى بنفسه و وإن ما صارت إذا ما كان هو بيرفض طلبه، لأن أصلا طلب مش الطلب هذا على كيفه. لا دقيقة، ما هو على كيفه. لا تقول على كيفه. أول شيء بندر كما تعرفون وكما نعرف في علاقة تربط محمد بندر بأنس، علاقة أخوية قبل البرنامج، فتبغون تفهمونها لها معنى وقرابة. لا قرابة وقرابة وقرابة. طيب. أنا معاك أنهم كقرابة، وأنس كان يبغى يطلع بدور البطولة. طيب. بس هو عارف قواعد البرنامج ما تتغير عشان خاطر أنس. إيش واحد يجي يقول أنا بطلع بدال فلان؟ تبغى تنسحب انسحب الحين، أقول لك يلا انسحب يا أنس، تبغى تنسحب اعلن انسحابك. بس مو يعني وهذا مغادر حطوني أنا بداله، أصلاً هي سقطة بحق القناة إذا صارت، صح ولا لا؟ صحيح. ما يصير،
طيب ليه ما نقول بشكل أصح أن أنس الميموني استسلم وقدمها بشكل جماله، أو أنه بقولت أنا بنسحب، بس أن الرجال استسلم. خلنا نقول أن الرجال أنها استسلم طيب وما عاد يبغى شيء. خلنا نقول أن الرجل أمام المتسابقين يبين أنه منسحب عشان يطلع بشكل جميل، ولكن في الحقيقة أنه ما هم مقتنع بكل ما قدم في هذه. أنت ليش ما سألتني إن ليش أنس ذكي وعلى أساس أنا فسرتها؟ هو ذكي أنس؟ لما رمى الرمية هذه جدا ذكي، جدا ذكي. طيب كيف ذكي وأنت تقول لي إنها لو صح قبلت البرنامج وانسحب؟ إذا غادر كان هو المغادر. مو ذكي كذا، مو ذكي. لا، شلون مو ذكي؟ أنس كسب الآن كل قواعد محمد بندر في التصويت من الآخر. قبل هو عرفت زي ما نايف لما في يوم من الأيام كانوا متسابق غادر، كل اللي عنده إيش قال لهم؟ قال لهم صوتوا حق عادل. هذا اللي بيصير محمد بالضبط. بندر بيقول لهم صوتوا بالضبط حق عادل. يعني تأيد كلام أبوه. لا أنا ما أيد كلام، أنا أقول إن يوم طلعت قلت الجمهور يدمون عادل. يعني إذا الجمهور اللي مع عادل هو جمهور أساس نايف. نعم. طيب قبل ما نشاهد